مرحبا. مرحبا، أين هو الآن؟ إنه هناك في الصالون. جيد جيد، وماذا يقول؟ أين كان كل هذا الوقت؟ من أين لي أن أعرف؟ فهو لا يتحدث إلي. عندما دخل من الباب لم يلقي علي التحية، قال فقط اتصلي بأخي وأخبريه بأن يأتي. ومن ثم صعد ووضع بعض الأغراض في الحقيبة، وهو جالس الآن في الصالون. هل هو بخير؟ إذا سألتني فأقول لك لا، وهو سيء جدا، لأني لم أره من قبل في هذه الحالة. نظر إلي نظرة جعلتني أرتجف، ولم أتجرأ أن أذهب إلى الصالون من شدة الخوف. جيد، أنت ابقي هنا، دعيني أتحدث إليه. مرحبا بهروز. مرحبا. أنت بخير؟ نعم أنا بخير. لقد قلقنا عليك كثيرا يا أخي، أين كنت طوال هذا الوقت؟ في منزل أحد أصدقائي. ومن هو؟ أنت لا تعرفه. اجلس. لما لم تتصل بنا؟ لقد نسيت. لا لم أنسى، لم أرد أن أتصل بكم. أرجو المعذرة يا أخي، لأنني هربت في ذلك اليوم. لا ضير في ذلك، أنا لا أريد أن أعود إلى المصح العقلي. حسنا، وعليك أن تكون مطمئن البال، لن أبقى هنا أيضا. أتيت لكي أودعكم. لتودعنا؟ نعم، من بعد إذنكم، كما أني لن أزعجكم بعد الآن. ماذا عساي أقول لك يا بهروز؟ لما لا تفهم؟ طبعا أنا أفهمك، أنا أفهم كل شيء. أنت تظن دائما أنني مجنون، ولكن أنا بحالة جيدة، يعني أفضل بكثير من الآخرين، أفضل من سيما ومن مهناز ومن بيجان، وأفضل منك أنت، وذلك مع الاعتذار الشديد. حسنا جيد، اذهب الآن إلى غرفتك، وبعد أن تستريح تعال كي نتحدث. لا أنا لست متعبا، ولن أبقى هنا أبدا، أتيت فقط لأخذ بطاقة هويتي. تأخذ بطاقتك؟ ومن أجل ماذا؟ أنا بحاجة إليها، لأنني أريد أن أتزوج. أن تتزوج؟ أجل. وممن؟ من إحدى السيدات التي تعرفت إليها مؤخرا. لا تقل ما لا تعنيه، ادخل إلى غرفتك واسترح. لا أريد أن أستريح، أعطني بطاقتي وأريد الذهاب. ادخل إلى غرفتك. لا، قلت لك ادخل. لا، إما أن تدخل إلى الغرفة، وإما أن أتصل الآن بالمصح ليأتوا ويأخذوك. أعطني بطاقتي الآن. سيما، اجلب الهاتف إلي. سيما تعالي. نعم. ستدخل أم أتصل؟ انتظر قليلا، لا تتصل، سأدخل. إذا دخلت إلى غرفتي هل ستتصل بالمصح؟ لا، لا تأخذني إلى هناك، ادخل إلى غرفتك. هل ستأخذني اليوم؟ لا. ماذا عن الغد؟ هذا متعلق بسلوكك. إن حالتي جيدة. جيد، ادخل الآن. اتصل الآن ليأتوا ويأخذوه. لا. هل ستأخذه أنت؟ اليوم لا. هل تريد أن تبقيه هنا؟ دعيني أرى ماذا يمكن أن أفعل. حسنا، سنرى. ليبقى في المنزل. إذا كنت تراني الآن فلن تراني بعد ذلك، يعني أنك لن تراني طالما أن هذا موجود هنا.
عندما تريد أن تراني تأخذه وتضعه في المصح، وعندها أخبرني بذلك حتى أعود إلى هنا. ما الفائدة من هذه الدعابات التافهة؟ هذا ما قلته. اصبري قليلا. بهلوز، قم يا أخي. قم تناول طعامك. أنا لا أريد أن أكل، لست جائعا. حسنا، سأضعه هنا، عندما تجوع تأكل. حاضر حاضر. Hello. Oh yes. Listen. Tell him I want to buy from Turkey. You know, it's too much cheaper. All right. Okay. Not before this one. Then I will wait in your telephone call. Of course. ماذا تفعل عندك يا أخي؟ انتظر قليلا سآتي. بهروز، 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 ليه ما أقفلت الباب؟ افتح الباب يا بهروز، بهروز، بهروز. Thank you.
مرحبا. مرحبا، لقد تأخرت كثيرا. إن أخي لم يسمح لي، ولكني في النهاية حصلت على موافقته. أصبح بإمكاننا أن نتزوج، طبعا إن لم تغير رأيك. غير صحيح، لم أغير رأيي. تعال وجفف شعرك، أصبحت مبللا بالماء. شكرا جزيلا لك. إذن اتفقنا على أن أعمل أنا في البيت وأنت تعملين في الخارج. أجل، أنت تكسبين المال وأنا أهتم بالأطفال وأقوم بشراء ما يلزم. نعم هذا صحيح. اسمعي يا سيدتي، يجب أن أخبرك بشيء ما، هو أنه لن يحضر أحد من أقارب الزفاف. ولا أحد من أقربائي. ولاحقا أيضا لن يأتوا. لاحقا؟ لا أستطيع أن أعدك بذلك، ربما يأتي أحد. فليأتوا على الرحب والسعة. طبعا ليس لدي الكثير ممن سيأتون، لا يوجد أحد، فقط والدي، إنه عجوز يسكن في القرية، لا يأتي إلا كل 4 سنوات مرة. من هناك أمي؟ مرحبا عمي العزيز. مرحبا. متى عدت؟ لقد كنت بانتظارك. هل ستبقى هنا هذه الليلة؟ هذا ما أظنه يا بني، من الآن فصاعدا سأبقى دائما. هذا رائع. تصبحين على خير. تصبحين على خير. تناول طعام العشاء حتى أعود. حاضر، سأترك لك حصتك، حاولي ألا تتأخري. سأرى إن كان بإمكاني ذلك، لم أذهب إلى المكتب منذ الصباح. أستودعك الله. في أمان الله. مهلا. لحظة، خذ، ضع هذه البطاقة في البيت، فلا نفع من وجودها في السيارة، ضعها في مكان آمن، إن ضاعت تحل علينا المصائب. حاضر. ها قد وصلت الشرطة. لقد كسر له السجاج. وأخيرا وصلت الشرطة. مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا. السلام عليكم. ما الذي حصل؟ لا شيء سيدي، إنه الرجل الذي أتى في المرة السابقة وحصل نفس الموضوع، اشترى وهرب، أتى اليوم واشترى كوبا من المثلجات وذهب وكسر الزجاج وهرب. من المؤكد أن هناك سببا ليقوم بذلك. لا، وإلا غير صحيح، إنه مجنون، لقد فعل ذلك في المرة السابقة، إنها المرة الثانية التي يأتي بها إلى هنا. هو الزبون؟ لا، إنه مجنون، يبقى دائما هنا، لقد اشترى كوبا من المثلجات وضرب الزجاج. جمال، بهروز، أنت من فعل ذلك؟ أنت كسرت زجاج الدكان؟ قمت بذلك انتقاما للمرة السابقة، اشتريت منه كوبا ودفعت الثمن، ثم ضربت الزجاج ضربة كسرته، حطمته وضربت كل ما كان أمامي وحطمته جيدا حتى لا يجرؤ على استدعاء أحد. حسنا، ماذا تفعل أنت هنا؟ أنا كنت ذاهبا إلى المنزل. المنزل؟ وهل بيتك هنا؟ ليس منزلي أنا، بل منزل و... لا تبالي، قد يمر أحدهم من هنا ويرانا معا. اذهب، سأكل هذه المثلجات وأذهب. أرجو المعذرة، لا يوجد سوى واحد. لا، لن أكل منها، استودعك الله. بأمان الله، إلى اللقاء. أوه،
ماذا هناك يا سيد؟ أرجو المعذرة. هل أنت بلا نظر؟ عفوا، لما أنت مسرع؟ أنا ذاهب إلى المنزل. أوه، المنزل. حسنا، يعني أنك التجأت إلى هنا. وقل لي بعد ذلك أن طهران ليست جيدة. يا بنا. مرحبا بنا. مرحبا عمي، مرحبا. ولكن أين هي ماما يا عمي؟ لقد أقلت راكبا وقالت إنها ستعود بسرعة. هل أنت خائف؟ أين هي شبنم؟ أين شبنم؟ هذا هو أبي. أبوك؟ إن أفشين قد أخبرك من أنا، فهل يمكن أن تخبرني من أنت؟ إنه العم بهروز. العم بهروز؟ ولكن لم يكن عندي أخ بهذا الاسم. شيرين ذهبت إلى العمل وهي لن تتأخر. حقا؟ يبدو أنك لا تريد الإجابة عن سؤالي. من الأفضل أن أسأل السيد محمد لأعرف من أنت. هل أنت متزوج؟ أيمكنني أن أعرف اسم زوجتك؟ أنت لا تريد الإجابة، كما تشاء، ليس مهما. في أمان الله يا سيد. في أمان الله. شكرا لك أيها العقيد. في أمان الله. ماذا جرى؟ لا شيء. أنا متأكدة من أنه ذهب إلى بيت تلك المرأة. أي امرأة؟ تلك التي قال إنه يريد الزواج بها، أنسيت؟ يا إلهي يا إلهي، هو يثرثر وأنت تصدقين كلامه. لما كان يريد أن يأخذ بطاقته؟ زوجتي العزيزة، هو مريض نفسيا وليس لكلامه أساس ولا صحة. هل تفهمين ذلك؟ أنا أعرف ذلك منذ مدة. أنت لم تكن تقبل، ولكن الحمد لله أنك في النهاية تقبلت أن أخاك مريض نفسيا. جيد، الشكر لله على ذلك. يا للعجب، ما هذه المصيبة؟ من السبب في ذلك؟ نحن أم أخوك؟ بهزاد، أرجوك أن تتصرف ولو لمرة واحدة بشكل عاقل ومتزن. ماذا تقصدين؟ أقصد أنك قمت بواجبك وفعلت المستحيل من أجله. منذ سنين طويلة وأنت تعذب تلك المرأة المسكينة وقد أبقيته في بيتك، وعندما جاء دورنا لنرتاح قليلا أخذته إلى المستشفى وعالجته هناك، ومن ثم قلت إن حالته أصبحت جيدة حيث أعدته إلى البيت. والآن لا يمكنك أن تقيه هنا لأني لن أقبل بذلك، ولا يمكنك أيضا أن تأخذه إلى المصح لأنه لا يريد الذهاب إلى هناك. يعني دعه وشأنه. ماذا تعنين سيما؟ هذا يعني أن تتركه، دعه يذهب. لا يريد الذهاب إلى المصح، لا يهم. يريد أن يتزوج فليتزوج، دعه وشأنه. ما الذي تقولينه؟ يا عزيزي، لن تنتهي الدنيا عند هذا الحد. كل ما قد يحصل أنه سيجن ويرسلونه إلى المصح. دعه وشأنه، كفى. سوف أضع إعلانا. إعلان؟ أين ذلك؟ في الجريدة. بهزاد، لا تضع إعلانا، ها؟ إنه مخجل لنا. أتعرفين إن أفضل ما قمت به هو أنني تزوجت بك. وكيف ذلك؟ أعتقد أنني أحببتك، أقصد أنتم الثلاثة معا. ماذا عنك أنت؟ أنا لست أدري. يعني أنك لا تحبينني؟ أعتقد أنني بدأت أحبك وأنت إنسان جيد. أنا ما زلت أخجل منك بعض الشيء، أستغرب الأمر. حسنا، معك حق، أنت امرأة والنساء لا يتكيفن مع أي شخص بسهولة. كان عندنا إحدى الجارات وكانت قد تزوجت منذ 5 سنوات وبقيت تناديه سيد أحمد جبل عاملي، وكنا نضحك عليها دائما. ولكن أنا لست كذلك. لا، أنت كذلك.
لا لست كذلك. إذا كنت غير ذلك ناديني إذن بهروز. واو، ما الذي تقوله يا رجل؟ إن هذا أمر طبيعي. حسنا ناديني سيد بهروز أفضل. أرأيتي؟ ماما، بابا. ماذا جرى؟ خذي هذا عقد السيارة. كما كنا قد اتفقنا سابقا، من الآن فصاعدا ادفعي قسطها أنت. أنا ممتنة لك. هذا وصل إيجار المنزل، سددت إيجار هذا الشهر أيضا. كان بإمكانك أن تعطيها إلى أفشين، كان في المنزل. أجل، أنا لم أعطيه إياها، أردت أن أراك لأتحدث إليك قليلا. ماذا تريد؟ الحقيقة كيف أقول لك؟ إنني قلق بشأنكم. بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الرجل. أنت تزوجت بذلك الرجل. في الواقع إن حياتك خاصة بك أنت، أنا قلق على الأولاد فقط. اسمع، تحدثنا بهذا الأمر سابقا وقد قررنا واتفقنا، كان الاتفاق أن يبقى الأطفال معي. ولكنك لم تقولي إنك ستتزوجين. ولم أقول إنني لن أتزوج بأحد. حسنا، إن ما تقولينه صحيح، لك الحق. أجل، هذا من حقي. هل هو جيد؟ أجل. هل يزعجونه الأولاد؟ لا. هل يقوم بضربهم؟ إنه يحبهم كثيرا. حسنا، هذا يجعلني مطمئن البال. شيء آخر؟ لا. شيرين، أقسم بالله إنني لم أتمالك نفسي، انتابني الخوف، توترت أعصابي، لم أتحمل ذلك. صدقيني، كنت ترين أني لم أكن أنام حتى الصباح. الآن وبحمد الله يمكن أن تنام. لنذهب. شريدة إيران. مكتب نقل الركاب. مرحبا يا سيد. أهلا. هل السيدة محمدي تعمل هنا؟ من أنت لو سمحت؟ أنا زوجها، أعني أنني والد أبنائها. ألو. كنا متزوجين سابقا، أما الآن. نعم. فنحن منفصلان. حاضر. نعم. حاضر سيدة. إنها تعمل هنا. هل أستطيع رؤيتها؟ بالطبع. الآن ليست موجودة، ذهبت لتوصل أحد الركاب. نعم نعم نعم. أيمكنني أن أنتظرها هنا؟ أهلا، تفضل. شكرا لك. يا سيد كريمي. مرحبا. أهلا. ألف وسبعمائة. هذا السيد ينتظرك. لما أنت هنا؟ ماذا تريد؟ أيمكنك أن تأتي للحظة؟ ماذا تريد؟ هناك أمر مهم. أي أمر؟ إنه خصوصي. اسمع، لقد انتهى كل شيء، ما من أمر خاص بيننا. ما كان يجب أن تأتي إلى هنا؟ أتيت لتفتعل المشاكل. ذات يوم كنا أنا وهذا الرجل مرتبطين، كنا زوجا وامرأته، والآن قد انفصلنا عن بعضنا، وها أنا قد تزوجت ولم أقم بأي عمل سيء، ومنذ أن لم أتى البارحة وهو ما زال يلاحقني. هذا الموضوع أتيت لأريك هذا. سيدة محمدي، أقول لك إنني لن أسكت ولن أتنازل عن أي شيء، لن أدع أبنائي يعيشون في ذلك المنزل. هل يمكنك أن تخبرنا أيها السيد ماذا يحصل؟
سيد خسروي؟ لا. المعذرة. يا سيدة. أنا السيد خسروي، تفضلي. مرحبا، أنا السيدة محمد. تشرفت. سندخل في صلب الموضوع من دون مقدمات. أنت تعرفين أنني قلق بعض شيء. أخبرتني هاتفيا بأنك تعرفين مكان وجود أخي. نعم، أنا أعرف أين. جيد، أين هو؟ أخبريني. أريد أن أعرف أولا ما قضية هذا الإعلان. ماذا تقصدين؟ أنا وضعت الإعلان لأجد أخي. يعني أنه فعلا مريض نفسيا؟ إن كان كذلك أم لا، هل هذا يؤثر عليك؟ نعم، إن ذلك يهمني. أعتقد أنك وضعت هكذا إعلانا لتحصل على معلومات. صحيح. أنا لا أفهمك، ما علاقتك؟ إنه إنسان سليم، يعني أنا لم أشاهد منه أي سوء. يا سيدة، أيمكن أن تخبريني أين هو؟ إذا كنت تعرفين مكانه سأقدم إليك مكافأة، ولكن إذا كنت لا تعلمين فأرجوك. إنه الآن في منزلي. في منزلك؟ نعم. لنذهب إلى هناك. انتظر قليلا. من الأفضل أن أتصل بالمصح ليرسلوا لي سيارة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتوا ويأخذوه، فإذا شاهدني قد يهرب. أقفل جهازك يا سيد، فليس من المقرر أن أسلمك إياه. ماذا تعنين؟ يعني لن أسمح لك بأن تأخذ زوجي إلى المصح. زوجك أنت؟ نحن تزوجنا منذ عدة أيام ولا نعاني أي مشاكل. قد تزوجتما؟ نعم. ألو، مرحبا، منزل السيد خسروي؟ نعم، ماذا تريد؟ أرجو المعذرة على الإزعاج يا سيدة، أردت أن أتحدث إليكم بخصوص الإعلان الموضوع في الجريدة. أرجو المعذرة، لقد تم إلغاء ذلك الإعلان. تم إلغاؤه؟ اتصلت إحداهن وقالت إنها تعرف أينه هو، وقد ذهب أخوه إلى هناك. أنا أعرف من هي تلك المرأة، كنت أرغب في الحديث معكم عن تلك المرأة. أيمكنني أن أحصل على عنوان منزلكم؟ أجل، هذه صورته. لقد جاء. مرحبا يا سيدة محمد. مرحبا. المعذرة يا سيدة، هل لذلك الرجل الموجود في منزلك قرابة معك؟ وما علاقتك أنت؟ إيه، ولكن نحن جيران ونعيش جميعا مع بعض في هذا البناء، أليس كذلك؟ ويجب أن نعرف من يأتي ومن يذهب ومن يوجد هنا. إن هذا السيد هو زوجي. هو زوجك؟ هل من أوامر أخرى؟ لا، هذا ما أردنا معرفته. والآن قد عرفتم. المعذرة، أليس هذا هو الرجل؟ أجل، بلى بلى، صحيح، إنه هو. مكتوب هنا أنه مفقود وأنه مريض نفسيا، يعني إنه مجنون. كيف حصل هذا فجأة وأصبح زوجك؟ لم يحصل ذلك فجأة. أولا تعرفنا إلى بعضنا، ثم اتفقنا، وبعد ذلك ذهبنا وكتبنا عقد القران، وهكذا أصبحنا زوجا وزوجته. ماذا تريدون؟ ومتى سيصبح هذا المكان مصحا عقليا؟ من الواضح أنه مصح عقلي، لو لم يكن كذلك لما كنت تعملين هنا. تتحدثين إلي؟ أجل، أتحدث إليك؟ أتظنين نفسك بحالة ممتازة؟ إذا كانت حالتك جيدة أخبريني بسرعة، في أي يوم من الأسبوع نحن؟ البارحة أي يوم؟ وغدا أي يوم؟ ما هو اسم أمك؟ وما هو اسم أبيك؟ ما هو اسم زوجة ابنة خالك؟ يبدو أنها فقدت أعصابها، هيا بنا لنذهب. هيا سيد سهراب، لندخل إلى المنزل. لن نسمح أن يتحول هذا المكان إلى مصح عقلي. المجنون هو أنت أبا عن جد. هذا الوضع غير صحيح، يجب أن نفعل شيئا. مرحبا. 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 أفشين، قم وخذ أختك إلى تلك الغرفة. ماما، أنا أشاهد التلفزيون، سأبقى. قلت لك أن تأخذ أختك وتدخل إلى الغرفة. أفشين،
أغلق الباب جيدا. ما الذي يجري؟ ولكن لماذا لم تخبرني؟ عن ماذا؟ عن ماذا؟ أنك كنت نازلا في المصح. من أخبرك بذلك؟ لماذا لم تخبرني؟ كنت أريد أن أخبرك، ولكنني خفت أن... لكن خفت؟ لكن مما خفت؟ خفت أن تغير رأيك وتتراجع عن الزواج بي، فإن أغلب الناس هكذا عندما يسمعون باسم المصح فإنهم يخافون ويتوترون من هذا الأمر. بأي حال لم يكن هذا مناسبا منك. هل ترضى بهذا؟ ليس هناك من أسرار بين الرجل وامرأته، أليس كذلك؟ صحيح. حسنا، أخبرني الآن ما هو مرضك. أنا لا أدري. هل تمت معالجتك أو دخلت إلى المستشفى؟ دخلت المستشفى. منذ متى؟ منذ 10 سنوات، ولكن ليس بشكل دائم، كنت أدخل وأخرج. ما هي مشكلتك؟ مشكلة؟ مشكلتك الحالية، ماذا ستفعل؟ لا أدري، ليس هناك من شيء. هل ترى كابوسا سيئا؟ لا، هذا كثير جدا. أتظن أن هناك من يبحث عنك؟ هل يلاحقونك؟ في بعض الأحيان، ولكن ليس دائما. وهل أنت عصبي؟ إذا أزعجني أحدهم. تصاب بعصبية شديدة؟ كلما رأيت تلك المرأة سيما زوجة أخي فهي سيئة جدا. وعندما تصاب بالعصبية ماذا تفعل؟ لا شيء. أتبدأ بالصراخ؟ في بعض الأحيان. تتصبب عرقا؟ أجل، وبطريقة سيئة، أتبلل من العرق. وعيناك هل تترنحان؟ لست أدري. جيد، أنت بألف خير، أنت طبيعي، ليس من مشكلة. ماذا لدينا من طعام لنتناول العشاء؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ أفعل؟ لا شيء. هل ستنفصلين عني؟ أنفصل؟ لماذا؟ أنت لا تعاني شيئا، أين سأجد أفضل منك؟ هل يمكننا أن نخرج؟ تفضلي. ادخلي. من هنا؟ هذا أنا. مرحبا، هذه زوجتي، وهذه هي سيما زوجة أخي التي أخبرتك عنها. انتظريني هنا، سآتي بالأغراض. أتيت إلى هنا لآخذ أغراضي، ولولا ذلك لما كنت أتيت على الإطلاق. أنت السبب في ذلك، أنت من أخبرت أخي لكي يضع ذلك الإعلان في الجريدة. ظننت أنني سأجبر على أن أنكس رأسي وأعود مجددا إلى هذا البيت حتى تفعلي كل ما تريدين وأرقص على أنغام أفعالك، أليس كذلك؟ لكن خسئت. أرأيت زوجتي؟ إنها مثل القمر، تضع ألفا من مثيلاتك في جيبها، إنها امرأة حنونة، أنت لا تعرفين كم تحبني، إنها مغرمة بي، تنادي سيد بهروز مرة واحدة تجد ألف بهروز إلى جانبها.
لكن موتي في غيظك، أنت تتحسرين أليس كذلك؟ أتعرفين ماذا حصل عندما أجبرت أخي على وضع ذلك الإعلان وقرأته السيدة شيرين وذهبت إليه لتلتقيه حيث قام بألف حيلة وحيلة؟ أتعرفين ماذا جرى؟ أتت السيدة شيرين إلى البيت وسألتني إن كنت يوما ما في المصح، قلت لها نعم، فقالت يا إلهي ليتني فداك، ليس هناك من أي مشكلة ولا تفكر في ذلك أبدا. قالت إنها تعرف شخصا بقي حوالي 30 عاما في المصح وهو سالم معافا، وإنك أكثر عقلا منه ومن 100 عاقل. طبيعي أن تقول لك هذا الكلام، إذا لم تقل هي فمن يقوله؟ ماذا تظن إذن؟ لقد أخذوها إلى المصح 3.